واعتذار السيد محمد جعفر من زملائه في الكرة الأخيرة. كرة توصل للبرازيلي فابيو موزيس ليواجه فريق السابق موزيس، تحولت مرة أخرى لوليد الحيام هشام بن حدوش في الظهور الأول لهذا الجزائري في هذه المباراة. موزيس، وليد الحيام، موزيس، استلام من موزيس، فيها تمريرة تصل لهشام بن حدوش. موزيس مرة أخرى نظافة شباكة في هذه المباراة وعدم وصول المحرك إلى مرماه كما هو الحال للسيد. كرة توصل، هنا المحرك على التنفيذ هشام بن حدوش، الكرة العرضية والكعب والإبعاد. عادت موزيس استلام، هل يبحث عن التسديد؟ يفضل التمرير. كرة توصل لموزيس والطريق والتمرير باتجاه محمد البناي بدوره لموزيس. موزيس والتمرير الأمام تصل لماريو، هنا ماريو يحاول ويسر الحاضرة محمد عبد الوهاب، فيها استلام فيها تمريرة وأمين بن عدي، عادت لموزيس، هنا الانطلاقة والمساحة الموجودة لعبها أغوستو. التياغو والتمريرة وموزيس في المكان المناسب، عبد الوهاب، أحمد فلامرزي، موزيس، عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، موزيس والتغطية الموجودة. عسلام على المرور والتقدم بين لاعبين من عيسى جهاد. كرة توصل المحرك، خلق الفرص ولكن قابت اللمسة الأخيرة خاصة من ماريو فونت. استمرار وهشام بن حدوش كان يطالب بخطأ راشد الحوطي والرجوع بشكل سريع. موزيس يفضل العودة للخلف، فيها تمريرة خاطئة لمحمد عبد الوهاب. موزيس والتغطية في الوقت المقابل لا شيء، فأكيد هو عمل رائع في أول ظهور في هذا الموسم. عبد الوهاب وهشام بن حدوش والعمل الرائع من هؤلاء اللاعبين بجانب فابيو. هذا هو موزيس، مجهود كبير لموزيس وفابيو أيضا في هذه المباراة. خوجي لمحاولة المرور، يحتفظ بكورته، ينتظر، وهنا السقوط وجماهير الحداوية لا تريد الصعود. على اليسار يحول كرة تمريرة العرضية الأرضية، ولكن بعد ذلك الكرة على اليسار. بابا ديوب حاول فيها ولكن موزيس تفوق بعد ذلك. راشد ترجع من جديد إلى مصلحة نادي الحال، الكرة الماضية تعود في محاولة انطلاقة وعودة وانطلاقات ونقلات ومحاولة إيجاد فرصة ومساحات. الكرة أمامية خطيرة الآن، محرك قوي في إمكانية. حاول مرور، يمر أحمد، يرجع إلى موزيس، موزيس يحول كرة أمامية، محاولة يوقف على كورته، يلف يدور يبحث عن فرصة للمرور، يبحث عن الزملاء والرفقاء، يهدي اللاعب مو يلعب كورته، ترجع من جديد للمالود حالة نادي الحالة الذي يستعد للعب الكرات حتى مركز الثاني، ربما لا يرضي المحرك، لا يرضي جماهيره. انطلاقة من البديل عيسى أحمد، ولكن الكرة تقطع من أمامه، تعود من جديد لمصلحة نادي المحرك. التمريرة الأمامية الآن في إمكاني، تمريرة خطيرة الآن قد تكون داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي الحالة، ولكن بعد ذلك الكرة تبعد وتعود. موزيس بكل روعة، بكل اللاعب المحبوب، تتحول الكرة الآن باتجاه المارد على الكرات الثابتة، والكرة تطير يعني بدون دعوة، تلاقيهم دائما متواجدين. مصعب آخر بالاعتماد على مثل هذه الكرات السامة الهامة، تعود الآن من جديد لوليد ولا هشام، هشام في إحراز لقب هذه البطولة. كرة الآن تلعب على الناحية اليسرى، عمر يعود من جديد، كرة في منتصف الميدان تتحول إلى رمية جانبية. لعب إذن وليد إلى عبد الوهاب، عبد الوهاب كرة رأسية لمصلحة البسيتين، الباحث عن خطف عليه، ركزوا لي عليه، اللي حاول يسلم لجوماي. تتحول العرضية الآن، إبعاد ولا أحلى، عادت لموسس لهشام بن حدوش ولا أحلى. إبعاد الحاضر من حارس المرمى، يا إلهي على الفرصة الخطرة. ومحاولة اللعب، كرة الآن تتحول باتجاه أشرف وحيد، تتحول كرة الآن في منتصف الميدان. موسيس يبحث عن زميل ومحاولة الوصول،
لمحمود عبد الرحمن وابعاد الى موسيس، موسيس الى فابيو، فابيو يلعب لعبد الوهاب، موسيس من جديد يلعب كره الان باتجاه موسيس من جديد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إذا تتواصل كرة في منتصف الميدان، محاولة عن طريق وليد يلعب كرة للأمام، مؤسس يحاول حاضرة محرقاوية إعادة الكرة على الناحية اليسرى من جديد، مؤسس يسيطر على كرته ويو 33 لقب لنادي المحرق في هذه البطولة. كرة الآن تلعب والصافرة حاضرة من جديد، هو الهدف الوحيد اللي شاهدها في هذا اللقاء. تعود الآن محاولة باتجاه موسوس، موسيس 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 يلعب الآن هذه الكرة العرضية والإبعاد أمام الذئب الذي يتقدم بالنتيجة. السريع ولكن الآن كرة باتجاه حارس المرمى، وتغطية دفاعية زرقاء مع تفاعل المدرجات. عمراء كرة باتجاه محمد، ولكن أيضا الإبعاد الحاضر مع مبارك محمد، وبالتالي جولة رابعة، انطلاقة جديدة، كرة جديدة ومباراة جديدة تجمع ما بين الطرفين المتألقين. وبالتالي ننتظر مباراة كبيرة وجميلة جدا ما بين الطرفين، فصل كبيرة جدا التي يتيحها نادي الشباب ايضا حتى للاعبين الشباب وللاعبين الفئات، وبالتالي يملكون خطر كبير. هنا كرة خطيرة في لاعب سيد عباس جعفر، تلعب الكرة بقدامك نعم، لغاية لحظة سيد عباس جعفر ما تصار، بغض النظر عن حجم الفريق الذي تنافس، بغض النظر عن خطورة وجودة اللاعبين التي فجأة وكان دب النشاط من جديد، كان دبت الروح في لاعبين. موسيس يلعب الكرة على طويلة على اليمين، كنترول بالصدر، حاول فيها، حاول الانطلاقة حية، النادي المحرق موجودين معه على طول، يشجعون يأزرون يعطون الإضافة الكبيرة جدا. هنا ترجع الكرة في دوري ناصر بن حمد، النصيب الأكبر كان لنادي قبل قليل. لعبة الكرة، فينيسيوس خسر كرة من أمام موسيس، النتيجة سلبية لحد الآن، أي فريق غير قادر على فرض أسلوبه بشكل كامل في أرضية الملعب. الكرات هنا من جانبي المحرق، كرة في الجهة اليمنى كالعادة، عرضية عرضية رأسية لكن الإبداع الإبعاد وتسديدة، يا الله تصدي صدارة دوري ناصر بن حمد ب 11 نقطة. يعني خلونا بس نستذكر أن آخر مباراة كانت تدخل قوي، تدخل قوي لكن استمرار لخلاصي لخلاصي، لكن عمر أخراب نعم قادم من خسارة من أمام الرفاع بهدفين نظيفين. تعود مرة أخرى في وسط الملعب، هزاع هزاع إلى ماريلو، سو موسيس في الوقت المزيج، اسمع الفرحة اسمع الفرحة من جانب المحرق قوية، اسمع موسيس موسيس تحت الضغط، الصاف بدل الجهة اليمنى، بدل حسان عقبي وبدل محمد البنا، ليش كرة يعني ماريو في اختيارات المدرب راشد الدوسري في هذه المباراة. من جهة الثانية الرفاع الشرقي في حراسة المرمى، حمد الدوسري في خط الدفاع من اليسار لليمين، الليث هاشم، عبد الله الشلال، محمد دعيج، عمر دعيج في خط الوسط، هناك جاسم خليف، علي ناصر، لويس فرناندو، وايضا مانالدو،
وخلف اللاعب صالح راتب في اختيارات بالنسبة للمدرب الروماني فلورين ماتروك في هذا الدارة. أمام الحد والخروج مبكرا في دور الستعش. كرة توصل هنا لمسة وتمريرة والبطي عادت للصالح المحرك. هنا كرة الأمام لماريو، ماريو والانطلاق منان. هنا كرة سريعة خليف جاسم المرور أو ممنوع المرور من أمام موسيس، فيها تمريرة للسفيان أهم إلى الشباك لم يأتي. كرة توصل هنا استلام هشام بن حدوش يحاول يمر الشرقي توصل في محاولة الانطلاقة من موسيس بشكل رائع للمالون. شاهد الآن المساحة موجودة لموسيس مرة أخرى. فابيو بن عدي يا سلام يا سلام على التمريرات من جانب لاعبي المحر. الكرات القصيرة والتمحرك محاولة انطلاق حسان عنده كرة حاول مرور يمر الكرة موزس ترجع الكرة أمامية لا خطيرة على اليمين في إمكانية البنر على مثل ما هي عليه. عبد الله الخلاصي في نص الملعب يحولها إلى موزس، موزس يقف على كرته يمر بشكل ممتاز على اليسار يحولها إلى سفيان. محرك يلعب بثقة كبيرة يلعب باستحواذه الأكبر يحاول محرك السيطرة على مجريات المباراة. هنا كرة على اليسار موزس عنده كرة بالعرضية الرأسية مرت الكرة الماضية وتحولها إلى جانب الدفاع تقطع الكرة وتعود موزس الآن يقاطع على الكرة يحولها أمامية المالود عبد إمكانية ولكن بعد ذلك الكرة تبعد وتعود من جديد. عمر المالكي يقاطع على الكرة يخسرها ورغب السيد محمد جعفر في حراسة المرمى. هنا الكرة كان بالإمكان بأن تكون خطيرة ولكن قطعت وتعود الآن موزس بانطلاقة سريعة المحرك انطلق بالشوط الأول بشكل مثالي. هل يكون تأثير السعدون هو الأبرز هو الأقوى هو الرجل الأسمى هو الرجل الذي يستطيع إبراز نفسه إثبات خبرته الكبيرة أمام رجل يحاول وينقش ويقاتل بأن يعاود التاريخ يعاود كتابة التاريخ من جديد بعدما عندما يعرف اللاعب قيمته يعرف اللاعب إمكانياته يعرف اللاعب ما يستطيع أن يراجع. يبحثون عن سعادتهم اليوم الأسود يبحثون عن زيرهم يبحثون عن أليار بالأمانة أن الرفاعي موزز ورفاعي يبحث عن أقل أفضل. موال المحرق يظهر الآن في هذه اللحظات المدرجات نستمتع في حسانة مرت وعدت أذهب بكل تأكيد عقلية البطل محرق بعقلية البطل يخر ذاك الكرة تبعد وتعود ترجع من جديد عدنان فواز تحت الضغط يخسر الكرة ترجع من جديد محمد البناي عنده كرة محمد قدم مدربين لا أقول لك والله أنا من احترامي لك إني ما أقلل من محاولة أخيرة ولكن الكرة تبعد وتعود انطلاقة موزيس بحث عن مرتدة محرك قوية في هذه اللحظات. موزيس ينطلق بالكرة يحول على اليسار هشام عقبي العرضية ترجع إلى موزيس من جديد موزيس يا السلام يمر بشكل ممتاز موزيس ما زال يحتفظ بكرة العرضية أرضية ولكن بعد ذلك محمد جعفر سيد المرمى والقائد لكتيبة المحرك للمحرك على مرمى المنامة لكن أيضا مرت البحث عن هدف مبكر هدف من خلال يصلون البديع وبالتالي الاتصال من أمام الحلاق لكن خاطئة عودة موزيس مرة أخرى في محاولة السيطرة والاستلام. هنا التقدم بشكل رائع يحتفظ بكورته بعد ذلك التمرير نعم في هذه المباراة بمتابعة رائعة بالقدم اليسارية المميزة. هنا موزيس والتمرير قالوا لا خلاص لابد من عودة لزعيم الكرة البحرينية للمنافسة على لقب الدوري ورفع لقب الدوري في هذا الموسم. وهنا السيد محمد جعفر سيد المرمى والمحرك وأقوى دفاع في الدوري حتى الآن بهدفين فقط في مرماهم. وهنا أبدت لأحمد موسى من لمسة وتمريرة موسس والإبعاد الإخلاصي مرة أخرى عادت التغطية الموجودة من موسس والعمل الرائع في كورة الأمام وليد الحيام إلى موسس وفيها الصافرة واعتقد قريب يطالب بالاستمرار تصل لعبد الله الإخلاصي فيها تمريرة باتجاه موسيس ليفضل العودة للقلب باتجاه وليد الحية. الآن الكرات العالية دائما من نصيب سيد محمد جعفر. هنا موسيس البحث على الطلاقة من جانب سفيان. هنا هشام حاول الحية ينتظر يبحث عن الزميل في وسط الملعب إلى موسيس وبعد ذلك التمريرة هشام بن حدوش يفضل التمرير لموسيس في وسط الملعب مرة أخرى عارض في الجهة اليمنى أمين بن عدي موسيس في وسط الملعب الانطلاقة نعم موجودة البحث عن الثغرة والمساحة والتمرير باتجاه سفيان
وابعاد الكرة الأخيرة وفرصة كانت للتقدم. العرضية نعم موجودة، هو لمسة عبد الوهاب. أحمد ميرزا يتقدم وموسس على التغطية، بحث عن السرعة، هنا البحث على المرتدة والانطلاقة من المالود باتجاه موسس. السرعة موجودة من موسس والتمرير يا سلام لسفيان، والابعاد عادت الى موسس، يا سلام على المرور بشكل رائع. استلام والانتظار الى عبد الوهاب، يمررها للبناي والتقدم والعودة الى موسس مرة اخرى. موسس يتقدم، موسس يحاول، هنا عادت لماريو، هنا لموسس، يحاول موسس، ما زالت مستمرة لصالح المحرق. كرة توصل الحوطي يا سلام، تقدم والكرة العرضية والابعاد، وموسس بشكل رائع. اوه يا موسس، والانطلاقة من التمريرة والتغطية من الحوطي في الوقت المناسب الى موسس. موسس احتفظ بكرته، شهد التقدم الموجود لوجود الخلاص ايضا. موسس ان زعيم الكرة البحرينية قد عاد، الذيب رجل، هو انذار لمحرق للفرق الاخرى. كرة توصل، اول احمد الشروقي كان هو على التنفيذ، هنا موسس قاتل على كورته بشكل رائع. موسس لاعب يبذل مجهود كبير في وسط الملعب، هنا التمرير والرايه نعره، يبحث عن كوره الى امام تصل لوليد الحيام. موسس حسين جميل الجهة اليمنى الان الى موسس مره اخرى، واي مجهود لموسس في المباراه، اي في الجهة اليمنى. عادت الختال وموسس في كل مكان في ارضيه الملعب. موسس قصد لاعبين محرك في هذه المباراه بهدف ثاني، شاهد تابع الدقائق القادمه. هنا الحوطي والتقدم لمصلحه الخالديه على مستوى لقاءات الفريقين. هنا الان يا سلام على التمويه الرائع من هذا اللاعب موسس الجعفر، يلعب هنا كره في منتصف الميدان، يا سلام نافس شرس يبحث عن استغلال كل التفاصيل. فريق استطاع ان يتفوق في سته ومحاوله الان وكره راسيه ابعاد ولا احلى عادت من جديد. الان هنا ضياء سعيد الان يبحث عن دومينيك ولكن تاخر فيها كثيرا، تحاول الذي استطاع ان يكون حاضرا بثلاثيه امام الرفاع وبهدف نظيف امام عن الطريق، يلعب كره ولكن ابعاد من وليد الحيام على طول والى وليد الحيام. وليد الحيام يلعب الى موسس، موسس في منتصف الميدان يلعب الى حسان، الى موسس من جديد، موسان لعبد الوهاب، عبد الوهاب باتجاه موسس، موسس لعبد الوهاب من جديد، محاوله الى موسس، موسس وتمريره عمل جعفر. تاخر كثيرا الخالديه، لا زال يبحث عن تهديد مرمى سيد محمد جعفر، لكن شوف عبد الوهاب، يا لها من احداث ويا لها من كرات ويا لها من رغبه واضحه في صفوف الفريق. حارس المرمى بثقه عاليه بصراحه، واحده من اللقطات الجميله في لقاء هذا اليوم. تعود الان الى موسس عبد الله لاستغلال قدرات هذا اللاعب مهدي حميد. نشاهد الان محاوله مع اسماعيل عبد اللطيف الى موسس، موسس لاعب دائما متميز في التغطية الدفاعية، ولكن هنا الآن سفيان يتخلص من ثلاثة لاعبين، ولكن تعود من جديد إلى إعادة الأمور للفريق الأحمر، ولكن هناك الاستحواذ في شوط اللقاء الثاني أمام نادي المحرق الذي يتراجع إلى قادم في الجولة العاشرة من بطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز. كرة الآن في منتصف الميدان.